les amis, السلام عليكم. جيسبر كو فوز علي بيان. الدرس تاع اليوم مهم مهم جدا. اليوم حبيت الدرس تاع اليوم ماشي هو الفن دي بوندي لكم ديما ديروا لي جام خيبر لا فان فيت فين نقولها لكم. بصح انا حبيت ديكسبلوزي واهب لي جام. جو فو كي سوا اكسبوزي, جو فو كي سوا في بار ان بلو غران نومبر دو في باسكو فريمون يستاهل كيما شفتوا في العنوان. هادو الكلمات البسيطه اذا استعملتوهم في حديثكم اليومي راح يبان, اذا استعملتوها راح يقولوا عليكم ان مستواكم بالفرنسيه عالي وراقي. والله صدقوني كما راني نقول لكم كاين زوج كلمات حبسوا ما تستعملوهمش, كلمات رديئه ميديوكر فرانشمون توما تبداو بزاف بهم كلامكم بالفرنسيه. هادو زوج الكلمات اللي ما نحبهمش هما, شوفوا هنايا تبداو بهم بزاف نحيوهم من القاموس تاعكم, هي je crois et je pense. من فضلكم هذه زوج كلمات نحوهم من القاموس تاعكم كي تبداو كلامكم بالظنون والشكوك, من فضلكم ماشي مليحه. دونك هادو زوج الكلمات بزاف بالفرنسيه بزاف متداوله في حديثكم, هذوما كلمتين ماشي شابين, كلمه تدل على الضعف الشك والظنون. ديجا اذا تبدا الكلام تاعك باظن انني اظن انني اشك, لانترلوكوتور تاعك لا يسمع فيك ديجا ما راحش ديجا الى ميم با اونفي دو تيكوتي, راح يشك ديجا في الهضره تاعك بلي ما فيهاش مصداقيه. باردون بليك الهضره تاعك ما فيهاش مصداقيه, دابا تبدي انني اظن انني اشك باسكو هذه جو بونس, هذه ماشي تاع افكر فيك داكور, ماشي جو بونس ا توا, جو بونس سا فيدير عندي شك, جو كرو راني شاكه, فهمتوا انني اظن. فوالا كي تبدا الكلمه تاعك جو بونس سا فيدير ما فيهاش مصداقيه, ما راكش اكيد من هضرتك. انا خاصه لي بدا لي كلام هكا انني اظن انني اشك ما رانيش حابه ان نسمعو ديجا اولا, وثانيا كلمه ممله داكور. تقصيه ماذا رايكم؟ جو كرو جو بونس. ما هو سؤالكم؟ جو كرو. كو تبدا يبداو بزاف كلامهم ب جو كرو جو بونس داكور. ما رايكم في هذا الحديث؟ جو كرو كو. زعما نهضروا على الماتش على الكونتكست اكطويل. ما رايكم في مباراه الجزائر؟ وي جو كرو كو الجيري لا بيان جوي ميو كلا تونيزي. شفتوا ما عندها حتى معنى. الوغ سيل فو بلي بعدونا من الشكوك والظنون من فضلكم داكور, باسكو كي تبداو هكا كلمتكم بجو كرو اي جو بونس راح يقول توت سويت c'est-à-dire il va porter tout de suite un jugement بلي كلامك ما فيهش مصداقيه. En plus tu vas pas le convaincre d'accord, ton interlocuteur اللي راهو يسمع فيك ما راحش تقنعو, et tu vas pas le convaincre بالهضره تاعك puisque انت ديجا راك تشك وراك تظن ما حش. انا اليوم راح نعطي لكم بديل راح كي تستعملوهم راح تدهشوا لا بيرسون كي اون فاس دو فو, راح تدهشوهم بمستواكم في الفرنسيه. صدقوني انا حسبتهم كاين 20 كلمه اون بليس نستعملوهم, والله غير نستعملوهم في كلامنا اليومي بالدارجه. كاين 20 كلمه ما نطلبش منكم تحفظوهم كاع في 20, استعملوا غير 3 ولا 4 هذا ما كان بديل جو كرو هذا اي جو بونس. درك راح نعطي لكم باش راح تبدلوها داكور, باش راح تبدلوها بكلمات ارقى وافضل واصح وادق, كلمات راقيه اذا استعملتهم راح يقولوا عليك ان مستواك عالي وراقي داكور. دونك كيما قلت لكم كاين 20 ما تستعملوهمش كاع, استعملوا غير زوج اون بليس. والله كلمات تستعملوهم حنا بالدارجه نقولوها كل يوم. راح نبداو على بركه الله. الاولى هي سنمسح هذا ونرجع لكم. فوالا لي زامي, راني رجعت لكم بكلمات سهله والبسيطه كتبتها لكم بعد باش ما نطولش في الفيديو. دونك كاين selon moi, d'après moi, pour moi, هادو ما كاع عندهم معنى واحد بالنسبه لي
داكوغ، هادو ما قاع سي دي سينونيم مرادفات، دونك عندهم قاع تقدروا قاع تستعملوهم بديل من جو كوا اي اي جو بونس. داكوغ، دونك كيما قلت لكم بعدونا من الظنون والشكوك. دونك هنا كيما قلت لكم جو سوي سور، انا متاكد، هذه حلوه ثاني بزاف انك تكون متاكد من كلامك. داكوغ، كاين امون افي على حساب رايي، امون اوبينيون في وجهه نظري، كاين تاني امون سونس معناته في اعتقادي وباعتقادي. داكوغ، هذو ما كاع لي زامي، هذو ما كاع كلمات مرادفات سيدي سينونيم، هذو ما كاع بديل تاع جو كوا اي جو بونس. لهم شويه درك نمسح ونزيد نرجع لكم. والمجموعه الثانيه كيف كيف، فيها كلمات سهله وحلوه وغير ممله. عندنا جو كونسيدير معناته اعتبر، جو سوبوز افترض، هذه ثاني شباب بزاف، جو سوبوز افترض انني كذا، انا افترض انه كذا وكذا. داكوغ، دو مون بوان دو فيو في وجهة نظري. داكوغ، امي سنتيمون نقولوها بزاف بدرجة على حساب واش راني نحس، حتعطي رأيك على حساب واش راك تحس. ا ميزيو باغاي على حساب واش راني نشوف، نقولوها بزاف. شوفوا كل هذه الكلمات نستعملوهم في الدارجة، ما على باليش كاع هذه الكلمات نستعملوهم في الدارجة، ما على باليش علاه ما تستعملوهمش نتوما بالفرنسية، هي ترجمة مباشرة والله ما فيهاش كاع غموض. برك تجنبوا جو كوا اي جو بونس. داكوغ، درك بقاو زوج فيهم بساطة في نفس الوقت فيهم فخامة. أتوت سويت. شوفوا هذه الكلمة، يا سلام فيها فخامة كبيرة. هذه الكلمة أما كونيسونس تاع المثقفين، يعني بمعرفتي، بمعرفتي المتواضعة، دابخي سكو جو سي، على حسب واش نعرف أنا، يا راح نعطي لكم رأيي. داكوغ، دابخي سكو جو سي، ما تبداوش جو كخوا. داكوغ، ما تظنوش وما تشكوش، قولي قولوا اما كونيسونس، على حسب معرفتي، فيها فخامه متواضعه في نفس الوقت. داكوغ، دابخي سكو جو سي باغي. داكوغ، دونك راني كملت لكم واش حبيت نوصل لكم الفكره. هذه الكلمات البسيطه انا في رايي تحفظوا منهم ثلاثه ولا اربعه، ما نقولكمش تحفظوهم كاع. داكوغ، حفظوا زوج ثلاثة باش كي تستعملوهم في كلامكم اليومي الناس اللي يسمعوكم يقولوا هذا إنسان راقي مستوى تاعو عالي، راح تدهشوهم بمستواكم بالفرنسية. دونك بهذه الكلمات كما قلت لكم vous allez impressionner votre interlocuteur tout de suite ils vont dire. دونك كي تحفظوهم ça va enrichir votre vocabulaire, ça va enrichir votre langage. دونك راح يغني رصيدكم اللغوي، سي سا enrichir votre vocabulaire et votre langage. داكوغ، ما لا الى هنا تنتهي لا فيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. كما قلت لكم ما تنساوليش لي جيم، جو دوموند جوست دو فوز ابوني ا ما شين، اي نوبلي با داكتيفي لا بتيت كلوش بور اتر انفورمي دو توت مي بروشين فيديو. جو فو دي ان غران ميرسي بور فوتر بريزونس، اي ميرسي دو لايكي لا فيديو، ميرسي دو لا بارتاجي. جيسبر كو فو سوري نومبرو. جو فو سويت اون اكسيلونت جورني اي ا تري بيانتو دون اون بروشين فيديو مع اكاديمي ديال كريمه الفرنسيه. سلام.